الثاني أصبح أهمال في اللحظة الماضية. كرة مقوقة، جول، هدف أول مختار فلاتة يعادل النتيجة في دقيقة أولى من شوط المباراة الثاني. هدف راسي، هدف مباشر من ركلة زاوية، مختار فلاتة يسجل هدف التعادل للنادي الشبابي، يعود بالمباراة، يعود بالمباراة. 1-1 يا برودو. جاك الآن بعد ما نزل ونقل كرة سيرفر جبروت، راحت الكرة على الناحية الثانية إلى ركلة زاوية. شوف التدخل الرأسي الجميل جدا من مختار فلاتة، سجل هدف في المباراة الأولى الماضية أمام الاتفاق، واليوم يسجل هدف ثاني في هذا اللقاء.